كسرنا كده مع بعض كده تاني الجراسيل كيوريين تاكس والبروبيوسبشن خطوي والميديا اللي منسكس. كنا كل مرة قلنا ان في فرق بين المسميات. لو انا جيت قلت لك كده البروبيوسبشن خطوي، حتى بس فكر الاول يعني ايه كلمه بروبيوسبشن؟ sense of position, position. Movement. أو movement أو vibration يعني تغير وضع اللم من مكانه. أوكي، واتفقنا أن كلمة لم ده يشمل إيه؟ المصل والتندون والجوينت، كل دول اسمهم كلمة إيه؟ لم. أو ال vibration sense، الإحساس بال vibration. يعني لو عملت شكرا أن أنا كده وحطيتها لك على كوعك ده سميناه vibration. ممكن؟ طيب لما جينا خدنا المره اللي فاتت كان في عندي جانجليون بتنقل الاحاسيس، كانت اسمها دورسال روت. كان ليها كام اسم؟ هتفتكر سباينال سنسوري دورسال، يبقى ليها كام اسم؟ ثلاثه. اسمها ايه؟ دورسال روت، اسمها سنسوري جانجليون، واسمها سباينال جانجليون. يبقى هي واحده بس ليها ثلاث اسامي. خلاص، الدورسال روت جانجليون هي دي. الدورسال روت جانجليون من السنة اللي فاتت، عشان انت كنت شطور السنة اللي فاتت، بدليل ان انت جيت تاني سنة تانية تاني بس شطور، خلاص عديت سليم من تحت ايديك. الجانجليون دي حد فاكر كان فيها كام نوع من الخلايا؟ ثلاثة، سل كبيرة وسل متوسطة وسل ايه؟ صغيرة. تمام؟ لو جيت قلت لك الإحساس من الريسبتور اتنقل للسل اللي جوه الدورسال روت جانجليون، نقى اي واحده من الخلايا؟ اللارج. اللارج سيل دول ليهم جزء لايك الدندرايت وجزء لايك ان ايه؟ ان اكسون. خلاص؟ الدندرايت متجهه ناحيه الريسبتور وسميناها بريفرال برانش، وجزء متجه ناحيه السي ان اس وسميناه سنترال برانش. اول ما ندخل السي ان اس ابتدينا نقول ان الحته اللي شكل الحرف الاتش اسمها جراي ماتر، واللي اول راوند اسمها وايت ماتر. الفايبرز تختار تطلع في الوايت ماتر ولا تروح الجراي ماتر؟ قلنا تختار الوايت ماتر تروح. الوايت ماتر عندي ثلاث اماكن، لو انت شاطر اماكنهم ايه بقى؟ بوستيريور كولن او دورسال كولن، لاترال كولن، فنترال او انتيريور كولن. الفايبرز دي قررت ان تطلع الوات كولن دورسال او بوستيريور كولن، وعملت لي تو تراك، واحد طالع من اللور هاف اوف دي بادي واسمه جراسيل، ليتر اون يو جوين ات، واحد تاني طالع جنبيه اسمه كيونييت. ومين جوه ومين بره؟ الجراسيل اللي جوه والكيونييت بره، يبقى لو دول اتنين تراك يبقى ده الجراسيل وده الكيونييت. يظلوا يطلعوا في البرين ستام. لما نوصل قلنا قبل كده كلمة برين ستام ثلاث أماكن، إيه هما؟ المضلة، بامس، ميد برين. واتفقنا المضلة متقسمة ثلاث مضلات، إيه هما؟ تحت خالص موتور كلوزد مضلة، وبعدين سنتري كلوزد مضلة، وبعدين أوبن مضلة. يبقى المضلة كم مضلة؟ ثلاثة. اللي تحت خالص كلوز موتور، الكلام ده ما فيهوش نقاش تاني، يعني ما ينفعش اجي اقول لك كلوز ذا موتور مضله، لان طول النهار هنقول كلوز ذا موتور، كلوز ذا سنسوري، كلوز مش ما ينفعش تبقى مش فاهم يعني ايه كلوز موتور مضله. يعني ايه كلوز؟ يعني ستيل فيها سنتريك كمان اوف ذا سباينال كول. يعني ايه موتور؟ يعني معناها ان دي فايبرز هتعدي من الحته دي اسمها موتور فايبرز. اوكي، ويعني ايه كلوز سنسوري؟ يعني فيها سنتريك كمان اوف ذا سباينال كول ستيل بريزنت. طب يعني ايه سنسوري؟ يعني فيها سنسوري فايبرز بتعمل ريلي في المنطقه دي، مش بس بتعمل ريلي، بتديك سيتو دي اوبوزيت سايد. ايه هي الفايبر؟ جينا النهارده نعرف احنا وصلنا عند ليفل اسمه كلوز سنسوري مضله. عند وات ليفل؟ كلوز سنسوري. يعني ايه كلوز سنسوري؟ اللي هي اني ليفل في المضله، اللي يعتبر اني واحد في المضله، وسط المضله. الكتاب بتاعنا كاتب ان هي considered as upper مضلة، لان معتبرين ان اللور مضلة هي الموتور مضلة. تمام؟ طب وبعدين الفايبر لما توصل اهي جراسيل وكيونيين يرلي انتو نيوكليار. في الرسمة اهي نيوكليس اسمها جراسيل هي اللي جوه، ونيوكليس بره اسمها كيونيين نيوكليس. فايبرز cross to the opposite side. يعني ايه cross to the opposite side؟ تعبر للجانب الاخر.
while fibers crossing to the opposite side تطلق عليها internal arcuate. اسمها ايه؟ خلي بالك الكلام ده يقرر على الجانب الثاني، بمعنى لو ده الجنب اليمين من الصورة الجنب الشمال نفس الكلام، في جراسين وفي كيونيت تاني، يبقى في جراسين وفي كمان ايه؟ كيونيت، والفايبر بتاعتهم بتعمل ايه؟ to the opposite side cross. تمام؟ side of crossing to the opposite side بنسميه sensory decussation. بنسميه ايه؟ sensory decussation. عرفتوا ليه سموها closed sensory مدلة؟ لان بيحصل فيها decussation of the internal arcuate fibers، تقاطع. decussation يعني تقاطع. تمام؟ بص على الصورة، مش هنرسم احنا التقاطع لان لو قعدنا نرسم الصورة هتبقى زحمة قوي، بس انا سميت الفايبرز اللي كروسنج دي انترنال اركود. قول بقى اسمها انترنال اركود. اسمها انترنال اركود. وبعدين الفايبرز بتستارت تو اسند. اسند يعني ايه؟ تعدي من المضل تو بونز تو ميد برين، يعني نخلص كل البرين ستام وبعدين نوصل لحتة اسمها ثالامس. نريلي في الثالاموس في حته اسمها بوسترولاترال فنترال نيوكليس اوف الثالاموس. قلت لكم سالوا دكتور مدحت يعني ايه وتنفع بوسترولاترال وفنترال ات ذا سيم تايم، هيقول لكم ازاي. اوكي انا شخصيا شرحالي قلت له كده عملت نفسي كده بس ال في ال الفنترال بيزير النيوكليس نفسه. هي بالظبط. طب هو ما فهمتش. اوكي طب لو جيت سالتك الفايبرز بتباس في الانترنال كبسول في البوستيريور لامب اوف ذا انترنال كبسول اند ذن اسند ان ذا كرونوراديتا، وقلت لك سيب الحتتين دول هنفهمهم فيما بعد. يعني ايه باس ان انترنال كبسول وكرونوراديتا؟ لما اجي اخد البيراميدال تراك اشرح لك بالتفصيل الانترنال كبسول شكلها ايه. خلاص عشان ما نضيعش فيها وقت. اخر حاجه نطلع السنسوري كورتكس. من السنسوري كورتكس دي نعد في اريا 1 و2 و3 اللي هم السنسوري اريا في الريسبشن للسنسيشن. خلاص كده انا سميت من اول ما ابتدينا من اول ما نطقت بكلمه ريسبتور لحد ما انتهيت بالسيريبرال كورتكس اسمه بروبريوسبتيف باث واي. يبقى في الامتحان لو قال لي قول لي الباث واي اقول ايه؟ اشرح منين من الريسبتور لحد ايه؟ كورتكس. طب لو في الامتحان قال لي اشرح الجراسيل او الكيونيت تراكت اشرح منين منين؟ من الدورسال روت اب تو جراسيل اند كيونيت نيوكليار. حضرتك لازم تفهم كلمه تراكت لازم يكون ليه نقطه ايه؟ بدايه، ولازم يكون ليه نقطه ايه؟ نهايه. مش هنعدي على نقطه ثالثه في النص، بمعنى لي النيوكليوس اوف ستارت والنيوكليوس تو تيرمينيت فقط. طب لو عديت على نواه ثالثه في النص يبقى في حاجه غلط في الموضوع. يبقى كلمه تراكت ما بين ايه؟ تو بوينتس، ستارتنج بوينت وايه؟ واند بوينت. الستارت بتاعتنا اسمها دورسال روت جانجليون. طب والاند بتاعتنا اسمها جراسيل نيوكليوس او كيونيت نيوكليوس. ده تراكت. طب لو جيت سالتك من اول الجراسيل والكيونيت نيوكليوي لحد ما وقفنا في الثالامس، الياها لو اعتبرت دي تبقى نمره واحد، محطه واحد، محطه اثنين، محطه ثلاثه. ما بين واحد واثنين قلنا ده جراسيل وكيونيت تراكت. طب ما بين اثنين وثلاثه اسمها ميديا لمنسكس، سميناها ايه؟ ميديا لمنسكس. وعرفنا يعني كلمة لمنسكس المرة اللي فاتت. يعني كلمة لمنسكس تجمع من ألياف لازم تكون سنسور، ما ينفعش تبقى موتور، لازم تمشي في البرين ستام، ما ينفعش تبقى في أي حتة غير البرين ستام، يعني لازم inside البرين ستام. واتفقنا إن هي لازم سنسوري in برين ستام، ممكن تبقى one or more than two tracks، ممكن تبقى إيه؟ more than إيه؟ two tracks. وممكن تبقى more than two types of sensation. One or two types of sensation or even three types of sensation. تمام؟ خلاص كده؟ الكتاب بتاعنا كاتب تعريف للمسكس ان كلهم لازم يكونوا ليهم the same termination. وهيناقض نفسه بعد شوية في اللاترال للمسكس ويقول لك التعريف ده مش مظبوط. يبقى الكتاب كمان مزود ان كلهم لازم يترمينيت ان داين كيفالين. الكتاب كتب كده ليه the same termination in the داين كيفالين في اول ترمين التعريف خالص في كلمة المنسكس. وهنعرف في اللاترال المنسكس ان هي ممكن تقف في الميديا الجينيكيوليت بادي ترمينيت الميديا الجينيكيوليت، يعني مش ترمينيتين في الداين كيفالين. كان التعريف يبقى صح
لو كتب كلمة كود تيرمينيت دا ينكسر، يعني كلمة كود دي كانت تفرق معنا قوي في التعريف. خلاص؟ ليه؟ لأن هناخد واحدة من اللي من سكاي مش بس بتستوب الداين كيفلون، لا بتستوب في حتة اسمها الميديا الجينيكيليت بادي. خلاص؟ طب بس بيتنا وبين بعض بقى اللي تخلينا نعرف نذاكر بغير تعريفات الكتاب اللي هي الصلبة دي اللي ما فيش فيها كلام. لو قلنا كده احنا عايزين نعرف يعني ايه الميسس، يعني ايه كلمة سنسوري؟ لازم سنسوري، ما تنفعش تبقى موتور اوت، لازم تبقى في البرين ستان. يعني ايه في البرين ستان؟ يا مضلة يا بوكس يا ميد برين، بس ما ينفعش تبقى يا قبل او بعد، ما تنفعش. كلمه الثلاثه لازم اللي منسكس دي طبقه كلها سنسوري، تبقى لازم اسندنج فايبرز، ما ينفعش تبقى ديسندنج. طب وكلمه داين كيفلون سوري، وكلمه ان هي لازم تترمينيت في الداين كيفلون، هنمشي زي الكتاب ونكتب كده في الامتحان، بس بينا وبين بعض نبقى عارفين ان فيها اكسبشن في اللاترال منسكس. اوكي، طب والمعلومه اللي بعد كده هي اللي منسكس دي تفرق ايه عن كلمه تراكت بقى؟ التراكت اسند وديسند، التراكت موتور وسنسوري، لكن اللي منسكس لازم ascending بس ولازم sensory بس. طب واخر حاجة التراكت لازم يجالي one sensation، لكن اللي منسكس ممكن يبقى جواها one sensation two sensation three sensations. يبقى اللي منسكس ممكن يكون جواها ايه more than one sensation، يبقى جواها ايه more than one sensation. لو جيت سألتك طب وليه سموها لمنسكس، لان اتفقنا انا هنا شوف الجراسيل كان ماشي لوحده والكيونيت كان ماشي لوحده، لما جم مع بعض اندمجوا عملوا وان بندل من الفايبرز، مش عارفة اطلع الجراسين من الكيونيت، راحوا مسميينها ميديا لمنسكس. تمام؟ يبقى ايه فرق بقى من هو ليه واحد يقول لي ليه ما سابوهمش يكملوا الجراسين اهو لوحده والكيونيت لوحده؟ قالك لا، اول ما بيكروس تو ذا ميدل لاين دول ويكروس تو ذا اوبوزيت سايد، الجراسين والكيونيت فايبرز يندمجوا يبقوا وان بندل، ما بقوش عارفين مين الجراسيل من مين الكيونيت، فراحوا مسميينها ميديال لمنسكس. ويعني ايه ميديال؟ لانها ماشيه جنب الميدل لاين مباشره. وطالما سمعت ميديال يبقى اكيد في يوم من الايام اللي يقول لك في واحده ماشيه لاتراليها ومسميها لاتراليال لمنسكس. تمام؟ اوكي؟ طب السؤال يجي ازاي في الامتحان؟ ثلاث اسئله، يقول لك ديسكرايب او ديسكاس بروبريوسبتيف باثواي، نشرح منين لمين؟ from the receptor up to the cortex. طب لو السؤال جه في الامتحان describe gracile and the cuneate tract، يبقى اشرح منين لمنين؟ من الدورسال روت جانجليون up to gracile او الكيونيت نيوكليار، من مرسى او نقطه واحد لنقطه اثنين، من نيوكليس واحد لنيوكليس اثنين. طب لو جه السؤال describe الميديال لمنسكس، اشرح منين لمنين؟ من اثنين الى ثلاثة. اقول له الميديال لمنسكس تستارت از انترنال اركويت فايبر اللي جايه من الجراسيل والكيونيت نيوكليار، وبعدين لما تاسند تبقى اسمها ميديال لمنسكس وترمينيت في حاجه اسمها باسترو فنترال ميديال. تمام كده؟ خلصنا كده؟ يبقى دول كده الحته اللي هي كانت ايه سايبينها المره اللي فاتت او ما قلناهاش كويس قوي. حضرتك بقى بالنسبه بقى لكتابك، هو كاتب صفحه 39 كان شرح الشرح دي ولا ايه شرح اسمها فيرست اوردر نيورون، دي اسمها سكند اوردر نيورون، دي اسمها ثيرد اوردر نيورون. يبقى دي اسمها فيرست اوردر نيورون، دي اسمها السكند اوردر نيورون، ودي اسمها الثيرد اوردر نيورون. تمام كده؟ خلاص كده؟ طيب لو جيت الامتحان مقارني في جدول الفرق بين الجراسيل والكيونيت تراكت، تعالوا بقى نقول الفرق بين الجراسيل والكيونيت عشان دي كلها اسئله تحريري في الامتحان. يبقى الاوبشن الاول لو واحد بيحط امتحانات بيحط لي الاول يا تراكت يا باث واي، ده الفيرست اول حاجه عين واحد بتقع على امتحان يحط تراكت او باث واي الاول، وبعدين نبتدي نختار بعد كده اختيارات تانية. من ضمن الباث ويز اللي تنفع تجيب في الامتحان مين؟ جراسيل اند كيونيت. طب تعالوا نفرق بين الاثنين، يعني ايه جراسيل تراكت؟ اشرح الاول جراسيل، تعالى ناخده اورجن لارج سيلز من الدورسال روت جانجليون، طالع منها برانش اسمه سنترال برانش انترنج سباينال كورد، لما ينتر سباينال كورد يمشي نير الميدل لاين في الدورسال كولم اوف ذا سباينال كورد. شوف انا حددت كل حاجه بالتفصيل ازاي، دورسال كولم اهو
وقلت لك فين الدورسال كولوم؟ ميدل لاين، يعني قريب من الميدل لاين. الجراسين يكاري سنسيشن فروم ذا لوور هاف اوف ذا بادي، من الحته التحتانيه في الجسم اللي هي ايه اللوور هاف؟ السيرفايكال والابر ثوراسيك، دول بنعتبرهم ابر هاف. طب واللوور ثوراسيك واللامبر وسيكرال، دول يعتبروا لوور بارت اوف ذا بادي، تمام؟ طب وبعدين لو جيت قلت لك ترمينيتنج ان نيوكليوس اسمها جراسين نيوكليوس، مكانها بالظبط كلوز بالمضلة سنسوري. يبقى انا ما حددتش بس في المضلة وسكت، ده انا قلت فين؟ في الكلوز في المضلة سنسوري. الكلام ده عشان امتحان الام سي كيو اكيد هيلعبك كل الالعاب، يقول لك هي كلوز بالمضلة سنسوري ولا كلوز بالمضلة موتور ولا اوبن مضلة، يبقى انت لازم تبقى عارف. طب تعالوا ناخد الكيونيت تراك. منين بقى كيونيت تراك؟ ما انت عرفت الفكره. نمبر 1 منين؟ لارج سيل بالدورسال روت جانجلي. اتفقنا اللارج سيل دي بيبقى ليها دراعين كده، واحد اسمه بريفرال برانش رايح للريسبتور، واحد ليه سنترال برانش داخل للسباينال كورد. اولا لازم اول ما تقول دخلنا السباينال كورد تحدد ان جراي ماتر ولا وايت ماتر. وايت ماتر، ما عدناش على الجراي خالص، دخلنا الوايت ماتر. الوايت ماتر فيه ثلاث حتت: دورسال كولم، لاترال كولم، فنترال كولم. لازم تبقى محدد بوستيريور كولم. نير الميدل لاين ولا اواي فروم ذا ميدل لاين؟ نير الميدل لاين، نير السبته، نير الميدل. شوف انا حددت بدقه ازاي، ما نسيتش كلمه خلاص. طب وايل وي اسند، نأسند بعد كده ندخل ان برين ستام. البرين ستام عباره عن ثلاث اماكن، ايه هما؟ مضله وفانس وميد برين. هنريلي، يعني ايه هنريلي؟ نرسه بأنه حته في المضله. يعني ما تنفعش تقول مضله، دي كلمه فيك. المضله ثلاث مضلات، المضله متقسمه ثلاث شرايح، تحت اسمها كلوزد موتور، في الوسط اسمها كلوزد سنسوري، فوق اسمها اوبن مضله. احنا هنريلي في انهي مضله؟ كلوزد سنسوري مضله. في نيوكليس اسمها جراسين، اسمها كيونيت تيوبليس. خلاص كده اتفقنا؟ يبقى احنا كده عرفنا ايه كل جراسين وكيونيت تراك. مهمين جدا 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 في التحليل، كلام مهم قوي 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 في التحليل. لسه بقى ما قلناش حاجه خالص. بص بقى يا حبيبي، لو انا جيت صراحه ما الاول اللي قريب من الميدل لاين جراسين، يعني كيونيت بعيد عنه شويه. لا انا مش هممني دلوقتي تكتبيهم ليه انا هممني قوي لما نيجي ناخد اخر السكن في سي الناس اللي فيهم اللابس، عشان لما اعلم اقول لك ده مين تبقى حافظه على طول ده جراسين وده كيونيت، لان احنا هيطلب منا في مرحله بعد كده ان هيجي في الامتحان جايب رسمه. الامتحان الجاي ده على طول عند الموديول جايب رسمه ومعلم لي علامه، ساعتها بقى مش مجرد ان اقول هو مشاور دي ايه، ابقى عارفه ان ده لازم اسمه جراسين، وابقى عارفه ان ده اسمه كيونيت لازم. يعني انت وانت بتكتب، حتى اني ما ذكرتش او ما قلتش، بس في الامتحان الجاي يهمني قوي ان انا اعرف اديتكت كل واحد فين في الجسم، فين في السي ان اس. اوكي الميديا ديفيجن هو اللي هي لا 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 خالص. طب بصوا بقى، ممكن اقول لحضرتك حاجه ثانيه. لو انا جيت سالت حضرتك هما الاثنين بيكاري بروبريسبشن، الجراسين والكيونيت تراك كارينج سنسيشن اون ذا سيم سايد اوف ذا بادي. بصوا بقى تعالوا كده، بص بص بص، انا ماشيه كده بالفايبرز وطلعت اون ذا سيم سايد اوف ذا بادي لحد ما عملت ريلي. لكن لما جيت سالتك هو البروبريوسبتيف باث واي، باث واي يعني منين لمنين؟ من الريسبتور اب تو كورتكس. Carrying a sensation from opposite side of the body. تاني يبقى الامتحان بقى ده صعوبة امتحان الـ MCQ بتاع CNS. صعوبته في ايه؟ تلاعب شوية بألفاظ. لما انا اقول لك الـ pathway of proprioception، لما اتكلم عن pathway as all، carrying a sensation من ايه؟ من الـ opposite side of the body. يعني الـ sensation ابتدت من الـ receptor ده، تمثلت في الكورتكس على الجنب التاني. لكن لما في الامتحان اقول لك الجراسيل بس او الكيونيت بس، كارينج سنسيشن منين لمنين؟ من الريسبتور اللي على الجنب ده لحد الجراسيل والكيونيت نيوكليوي اللي على نفس الجنب، سيم سايد. تمام؟ اوكي كده؟ يبقى حضرتك تفرق معنا الكلام، الجراسيل والكيونيت تراك كارينج سنسيشن فروم سيم سايد.
لكن لو اتكلمت as a whole على الباثواي يبقى carrying sensation from the opposite side. يبقى هو بيتلاعب بشوية ألفاظ. سبحان الله كان في بنت شاطرة جدا انا مسكنت طبعا كام حتى لما كنت شاطرتها امبارح وقلت اتكلم معايا حسيت ان هي فاهمة كويس هي شاطرة قوي طارت 22 دفعة مش عارفة اسمها ايه بس هي لكي كده مش عارفة اسمها ايه بس لاحظت رغم ان هي شاطرة قوي وشاطرة كويس قوي هي مش عارفة الفرق ما بين تراك والباثواي والحكاية دي كانت عاملة لها كونفيوجن رهيب ما بين المسميات والنسبس ايه والكلام ده فانت لما تعرف المسمى ايه قصده تعرف تجاوب على سؤال الام سي كيو كويس يبقى الباثواي من اول هنا لهنا يبقى ده اوبوزيت سايد لكن التراك لحد هنا يبقى اسمه سيم سايد مثلا كان ملخبطها قوي ان ما تعرفش بدايه الجراسين تراك والكيونيت هي اللارج سيل برغم ان هي قريتها ان هي اللارج سيل لكن هي مش مقتنعه هي فاكره ان التراك اللي هي الحته دي هي مقتنعه كده ان ده تراك خلاص اوكي لكن كلمة تراكت ما بين ايه؟ origin point و termination point ما بين site of origin و site of termination كل اللي ما بينهم ده يسمى تحت بند كلمة ايه؟ تراكت انا معاكو ان هو كلمة تراكت هو collection of the nerve fibers inside CNS صح؟ لكن بدايته ايه ونهايته ايه؟ دي بدايته ودي نهايته من اول هنا غصب عنا مسمينه تراكت ولحد هنا غصب عنا مسمينه ايه؟ تراكت خلاص كده؟ احنا كده خلصنا جراسيل اند كلينيت ايه يؤسفني ان الكتاب بتاع حاطب في كتاب السنة احنا سمينا الفايبرز دي اسمها ايه سنترال بارت سميناها ايه انا عارف فايبر وقلت لك اكيد في يوم من الايام الكتاب هيذكر ان دي اكسترنال بارت صح الكتاب لم يذكر وطنش وكأن مفيش اكسترنال بارت وبعدين جه بعد شو بدنا ثلاث او اربع صبح هون انت هون البيت بقى طب 45 راح ذكر ان في اكسترنال اركوت فايبر ايه كده شفتها حبيبي ممكن تقفل لي الباب معلش بعد اذنك اقفل لي الباب راح ذكر ان في ايه اكسترنال اركوت فايبر تمام يبقى الكتاب سبق خالص وما جابش سيره الاكسترنال اركوت وبعد ما قلب بتاع اربع خمس صفحات رجع قال لك يا جماعه استنوا ده كان فيه اكسترنال اركوت فايبر طب في الكتاب القديم كان كاتب الانترنال اركوت وتحتيها مباشره الاكسترنال اركوت طب انا دلوقتي عايز اقول الاكسترنال اركوت فايبر ناقص طب وليه هقولها انت هتفهم وارجع ادعي لك تاني في مكانها زي ما الكتاب كاتبها تمام وليه هعمل كده انت هتفهم انا ليه عملت كده while fibers ascend relaying في النيوكليس اسمها جراسيل اند كيونين وبعدين cross to the opposite side تبقى اسمها internal arcuate fiber خلاص some fibers بعض الفايبرز من الجراسيل اند كيونين نيوكليار ياخدوا بعضيهم ويروحوا طالعين على السيريبيلم يروحوا طالعين فين يا عم استنى انتوا رايحين فين الناس كلها ماشيه كده دول راحوا واخدين بعضيهم وراحوا طالعين على ليه على السيريبيلم استنى انتوا رايحين فين ده انتوا كارينج بروبر ريسبشن قالك لا احنا رايحين السيريبيلم طب احنا كلنا رايحين على السيريبرال كورتكس دول قالك لا لا مالناش دعوه بالكلام ده ليه قالك اصلا السيريبيلم لازم يعرف كل حاجه احنا اتفقنا السيريبيلم ده ايه طول النهار ودني اسمع مين ايه راح فين طب استنى بس عشان انا رايح اقول للسيريبرال كورتكس وانا احنا قلنا له ما احنا قلنا السيريبرال كورتكس قال لا ده متصل بالموتور سنتر على طول منه للموتور سنتر ليه تو كووردينيت يعني ايه تو كووردينيت يعني يروح يقول للموتور سنتر بس قبل ما يروح للموتور سنتر يخبط على الثلاجه يقول لها ممكن اروح للموتور سنتر تقول له اوكي اتفضل روح اتكل على الله روح يروح للموتور سنتر علشان يبتدي ياخد موتور اكشن بمعنى انا عملت رجلي كده وايل الفايبرز طالعه بالاحساس اللي اسمه بروبريسبشن لحد السنسيشن عشان اعرف ان انا حركت رجلي ده الاحساس ان انا حركت رجلي البرين عارف ات ذا سيم تايم في فايبرز راحت بسرعه للسيريبيلم تو كونتاكت الموتور كورتكس تقول له اعدل الرجل دي بسرعه لحسن دي رجليها كده هتوقف من كتر العوجه دي رجليها باظت اعدلها يروح عدلها لي بسرعه طب انا خدت الاول حركه كده مش ممكن وانت جاي تمشي في الشارع طول الوقت عمال تفكر انا هعمل رجلي كده طب والرجل الثانيه اجيبها كده طب والرجل اللي بعديها طب ما ده موتور اكشن
انت بتعمله تلقائيا. مين اللي خلاك تعمله تلقائيا؟ السيريبيل. هو مجرد انت حسيت برجلك اتعملت كده اتحركت، ده احساس ان انا عملت ستاب لقدام، عملت ستاب لقدام حسيت، ده السيريبرال كورتكس. طب السيريبيل عن طريق ان بيقدر يكونتكت الموتور كورتكس يخليني على طول احرك الاوبوزيت ماسل وهرجع الماسل بتاعتي اللي كانت كونتراكتد ريلاكسد، والريلاكسد ابتدي كونتراكت وابتدي امشي عالي خالص. اوكي يبقى احنا عرفنا ليه سام سيلز راحت سايبه السام فايبرز سابت الباث واي وراح تطلع عند ايه؟ قالت باي احنا نروح عند الايه؟ عند السيريبيلم. طب اسمع بقى، طب تروح للسيريبيلم ده فصين زي المخ فصين يمين وشمال. طب نروح احنا طالعين على الجنب ده وليكن ده نسميه يمين مثلا. اوكي واحنا طالعين هل الاكسترنال اركود تطلع على فص السيريبيلم اللي على نفس الجنب اليمين ولا تروح لفص السيريبيلم اللي على الجنب الشمال؟ قال لك استنوا نقسم الفايبرز، سام اوف ذم تطلع على فص السيريبيلم اليمين وسام اوف ذم كروس تو اوبوزيت سايد لفص السيريبيلم الجنب الشمال. قال لك ليه بنعمل كده؟ قال لك ما تبقاش كل السنسيشن طالعه على حته واحده، لو لا قدر الله حصل انجري للحته دي انا كده ما بقتش عارفه كوردينيت حاجه خالص. قال لك يبقى ربنا قسم لنا شويه فايبر يلا اطلعوا على السيريبيلا من الناحيه اليمين وشويه فايبر يلا اطلعوا على السيريبيلا من الناحيه الايه الشمال. تمام كده؟ طب مين يطلع فين؟ قال لك البوستيريور اركويد فايبرز اكسترنال اركويد اسند دايركت تو سيريبيلم اون ذا سيم سايد وايل ذا انتيريور كروس تو ذا اوبوزيت سايد اند اسند تو ذا سيريبيلم اوف ذا اوبوزيت سايد. بس before ascending they relay in nucleus اسمها arcuate nucleus. بس before ان هم عبروا وراحوا للجنب الثاني قبل ما يطلعوا للسيريبيلم يقفوا شويه في النيوكليس اسمها arcuate nucleus. مين اللي لما طلعت احسن؟ لانك سام arcuate هو موتور فايبر. لا sensory ده carrying sensation to cerebellum اللي طالع من السيريبيلم وبعد اسمه ايه بقى؟ نسمعه اسم التراك كده؟ اسمه ايه؟ سيريبيلو سلامو كورتيكال. اسمه ايه؟ سيريبيلو الثالامس للكورتيكس. طالع من ايه؟ سيريبيلو سلامو كورتيكال. بيوصل الفايبرز للكورتيكس. وات كورتيكس؟ موتور كورتيكس. بس اسم الفايبرز غريبه قوي، اسمها ايه؟ سيريبيلو سلامو كورتيكال. اسمها ايه؟ سيريبيلو سلامو كورتيكال. دكتور عيدنا من اول. لا عدا من الاول دي حلوه قوي. طب تعالوا بقى نمسك كده. نعم طب ممكن اسال بقى حضرتك كده سابق. انا الفايبرز بتاعتي الكروس تو دي اوبوزيت سايد كان اسمها انترنال اركويد، سام فايبرز اسمها اكسترنال اركويد. ناو تروح من الاكسترنال اركويد تو سيريبيلم. كل الناس رايحه تو سيريبيلم. لما سالناهم انتوا رايحين ليه للسيريبيلم قال لك اصل السيريبيلم له وظيفه الكوردينيشن. لا وظيفه ايه؟ كوردينيشن. وانت بقى يعني كلمه كوردينيت مظبط الحركات، يعني ايه مظبط الحركات؟ اتصاله المباشر بالموتور كورتكس يخليك تعرف تظبط حركاتك بسرعه. تمام؟ طب الفايبرز وهي رايحه كمان للسيريبيلم سميناهم ايه اللي رايحين للسيريبيلم؟ اكسترنال اركويد. لما جم يروحوا للسيريبيلم كلهم راحوا لفص واحد من السيريبيلم ولا اتقسموا لفصين؟ اتقسموا لفصين، عندي سيريبيلم يمين وسيريبيلم ايه؟ شمال. سب فايبرز اسند تو سيريبيلم اون ذا سيم سايد. ودول اسمهم posterior external arcuate fibers and the subfibers cross to the opposite side. يعني هم كمان اللي رايحين للسيريبيلم لا شويه cross to the opposite side relay في nucleus اسمها arcuate nucleus وده مكانها ده الarcuate nucleus and then ascend to the cerebellum of the opposite side. حد يقدر يقول الكلمتين بقى اللي انا قلتهم دول؟ حبيبي كده بقى الفايبرز وهي كروس تو ذا اوبوزيت سايد دي كان اسمها انترنال اركويد، وبعدين سب فايبرز خدت بعضيها وراحت طالعه من الجراثيم من نيوكليس تو سيريبيلم سميناهم ايه اللي رايحين للسيريبيلم؟ بس السيريبيلم دي فصين نصين، هل الفايبر تطلع على السيم سايد سيريبيلم ولا على الاوبوزيت سايد سيريبيلم؟ قالت لك نتقسم لفرعين، سم فايبرز تطلع على السيريبيلم اوف ذا سيم سايد وسام فايبرز تطلع على السيريبيلم اوف ذا اوبوزيت سايد، بحيث ان لو حصل لك انجري في الجنب ده يبقى لسه ستيل عندك فايبرز راحت للاوبوزيت سايد تقدر تكوردينيت. الفايبرز اللي طالعه اون ذا سيم سايد اسمهم بوستيري، اللي طالعين على الاوبوزيت سايد اسمهم انتيريور اكسترنال اركويد فايبرز. بس بيفور ذي ريتش لانه هيمشوا مسافه طويله يريلي في نيوكليس اسمها
ارض النيوكليس وده تقريبا مكانها فوق البيراميد على طول هنا تقريبا بتبقى موجوده في المكان ده الارك والنيوكليس يعملوا فيها ريلي اند ذن اسند تو سيرفل تمام اوكي طب لو جيت سالتك كده الاكسترنال ارك فايبرز كارينج بروبري ريسبشن 2 يجي لي في امتحان الام سي كيو كارينج بروبري ريسبشن 2 سيريبرال لكن الانترنال ارك فايبرز كارينج بروبري ريسبشن 2 سيريبرال كورتكس يبقى في فرق بين سيريبيلم وسيريبرام سيريبرام ده المخ وسيريبيلم ده المخيخ تمام كده يبقى لو جيت سالت حضرتك كده احنا عندنا كده عشان نبقى كملنا الحته دي ممكن اسال حضرتك بص لي كده على الرسمه مين الفايبر اللي طالع من الجراسيل والكيونيت سام فايبرز طالعين او الاغلب من الفايبرز كروس تو دي اوبوزيت سايد واسمهم انترنال اركويد فايبرز وعاملين حاجه اسمها سنسوري ديكاسيشن and then ascend as medial limbs بس وخلصنا من القصه دي وبعدين شويه فايبرز طالعين في الجراسيل والكيليت نيوكليي ناوي ان هم يروحوا لحته اسمها سيريبيلم ناوي يروحوا لحته اسمها ايه سيريبيلم طب بس لما فكرنا نروح للسيريبيلم اتقسمنا لفرعين شويه فايبرز راحوا دايركت تو سيريبيلم اوف ذا سيم سايد وسميناهم بوستيريور اكستيريور اركويد فايبرز وسام فايبرز قرروا يروحوا السيريبيلم بس بتاع الاوبوزيت سايد وسميناهم انتيريور اكستيرنال اركويد فايبرز وعشان هم هيمشوا طريق طويل وهم ماشيين في نص الطريق يريلي ويريحوا في نيوكليس اسمها اركويد نيوكليس موجوده برده في النظام تمام كده اكسترنال سيريبيلم صح طب ممكن اسال حضرتك كده سؤال لو جيت سالتك هو احنا لما نيجي ندخل السيريبيلم ندخل السيريبيلم ثرو وات قالك طب بصوا بقى لو انا عندي ده البرين ستام دي اللي ضلها والبونس والميد برين وده السيريبيلم لما نيجي نكونتاكت السيريبيلم لينا ثلاث مداخل للسيريبيلم واحده اسمها انفيريور بيدانكل واحده اسمها ميدل بيدانكل واحده اسمها سوبيريور بيدانكل يبقى الفايبر وهي رايحه من المضله تو سيريبيلم او العكس من سيريبيلم تو مضله اسميها انفيريو سيريبيلر بيدانكل طب الفايبر وهي رايحه من البونس تو سيريبيلر او من السيريبيلم تو بونس اسميها ميدل سيريبيلر بيدانكل طب الفايبر رايحه من الميد برين تو سيريبيلر او العكس من سيريبيلم تو ميد برين هو ينفع يبقى فيه فايبر ماشيه في الاتجاه العكسي يس وهنقول فور وات يعني هو ليه طب يبقى دي نسميها سوبيريو سيريبيلر بيدانكل طب لما انا اجي اقول لك الاكسترنال اركويد فايبر عايزه تروح السيريبيلم هي جايه منين من المضله يبقى تمشي وات ثرو وات من الدانكل انفيريو سيريبيلر بيدانكل لازم يعني مفيش طريق للتواصل بين مضله وسيريبيلم الا عن طريق لازم نمشي في الدانكل دي مفيش طريقه ثانيه يعني ما ينفعش ننط نروح كده لا هو لازم نمشي ثرو الدانكل يعني طب يبقى لازم نمشي ثرو انفيريو سيريبيلر بيدانكل تمام كده حد كده شاطر بقى يقدر يلم لي الحته بتاعه الانترنال والاكسترنال اركويد علم على الحته بتاعه الاكسترنال اركويد فايبرز حبيبي لان دول ايه دكتوره من السيربيلو ما كنتش اسمه السيربيلو سلام السيربيلو تحت الشرح بعد لما توصل فاهم تقدر كده تقدر وانت شاطر كده لو انت فاهم الحته دي تقدر تقول لي ايه الفرق بين الانترنال والاكسترنال اركويد فايبرز ضيعنا فيها وقت بس لما نيجي في الحصه بتاعتها مش هشرحها تاني يلا حد كده شاطر يقول لي ايه الفرق بينهم ده وده ده الانترنال بتعمل ايه كروس تو دي اوبوزيت سايد عشان تعمل حاجه اسمها سنسوري ديكاسيشن وبعدين تكمل از ميديال ميديال لينسكس وبعدين دي طالعه فين تو سيريبرال كورتكس سام فايبرز قليلين مش كتير قرروا يروحوا لمين السيريبيلم يعني جم من الكيونيت والجراسين نيوكليي يروحوا طالعين على السيريبيلم لقينا فصين سيريبيلم على جنب وعلى الجنب المواجه لها نطلع لاني فصل سيريبيلم قال لك نطلع على الجنبين نتقسم الفايبرز نفسها الاكسترنال اركوت لفرعين واحد اسمه بوستير يطلع على السيريبيلم اوف ذا سيم سايد واحد اسمه انتير يطلع على السيريبيلم اوف اوبوزيت سايد بس هو طالع على الاوبوزيت سايد هيمشي طريق طويل يريلي في نيوكليس اسمها اركويد نيوكليس مكانها هنا يبقى اعتبر ان دي الاركويد نيوكليس نريلي فيها شويه تمام كده اعتبر ان ده مكان الاركويد نيوكليس تحت البيراميد على طول كده الاركويد نيوكليس اوكي لو اعتبرناها موجوده هنا كده الاركويد نيوكليس اللي تحت البيراميد على طول يبقى في المكان ده نقول ان احنا عملنا فيها ريلي شويه اسال حضرتك سؤال لو انا جيت وسالتك هو الفايبرز جالي في امتحان الام سي كيو الانترنال اركويد طالعه لايه
سيريبرال كورتكس. تو كاري سنسيشن تو سيريبرال كورتكس. لكن الاكسترنال ارتر راحوا فين؟ سيريبيلوم. فور وات؟ لسبب ايه؟ تو كوردينيت. تمام كده؟ خلاص؟ والهدف مش ان احنا نريسيف سنسيشن. السيريبيلوم ما بيحسش، ما عندوش احاسيس. وظيفته كوردينيت. يعني يوصل تبدا لما توصلوا معلومه يوصلها تو موتور كورتكس يقول لها يلا تيك اكشن. خلاص كده اتفقنا؟ احنا كده خلصنا البروبلم سيشن. تعالوا نشوف حاجه تانية اسمها كروب تاتش. يلا والبين اند التمبرتشر. يلا تعالوا ناخد كروب تاتش. يعني ايه كلمه كروب؟ يعني ايه كروب؟ يعني كروب انا مسك قطه كده ومشيت بيها على جلدك كده وقلت لي حسيت بحاجه مشيت على الجلد، ده اسمه كروب تاتش. ده اسمه ايه؟ كروب تاتش. لو انا حطيت ايدي على شعر حد كده وحاسس ان في حاجه على شعره او حد حاجه مشيت على شعره، حسيت ان ده الحركه دي في الشعر اسمها كروب تاتش. خلاص؟ يبقى الكروب تاتش هو حركه كده بيج. يعني لو هقول لك قول لي مكان الشكه فين، ولا انت مكان المسافه بين نقطتين قد ايه، ولا هقول الكلام ده، ده حاجه كده ايه قطنه ورقه مشيت على ايدك كده، ده اسمه كروب تاتش. تمام؟ الكروب تاتش الريسبتورز بتاعته فري نيرف اندنج بيريتريشيال نيرف اندنج. ايه البيريتريشيال دي؟ بتحس بحركه الشعر. الترينر بيندنج بيحسوا باي حركه على ايدك حصلت على ايديك. بيريتريشيال حاسين بالحركه بتاعه ايه؟ الشعر. ميركل اوكي ومايسنر. ميركل وين؟ مايسنر. لو فاكر ميركل ومايسنر دول واحده منهم كانت موجوده في الابيثيليوم وواحده كانت موجوده في الكونكتيف تيشو، الاثنين بحرف الام. ميركل دي كانت موجوده في الابيثيليوم والمايسنر كانت موجوده في الكونكتيف تيشو. بيحسوا بسام سورت اوف بريشر شويه. يعني لو انا حسيت بحاجه دوست لك شويه عليها اكتر يبقى ساعتها ميركل والتري والمايسنر هيحسوا. تمام؟ طيب لو جيت سالتك خلاص انت شاطر وكبير، تعالوا بقى ناخد من الريسبتور نروح لجانجليون. ما عندناش غير حبيبي اسمها دورسال روت. اسمها ايه؟ دورسال روت. حد مش عارف بقيه اساميها؟ سبايني. اسمها الثاني سنسوري. يبقى الجانجليا دي ليها كام اسم؟ ثلاثه. اسمها الاول دورسال روت، اسمها سنسوري، اسمها سباينال جانجليا لانها ماشيه جنب السباينال كور. التارجت بتاعنا وات تايب اوف سيلز؟ ميديوم سايزد سيلز. يعني اتفقنا الجانجليا دي خدناها السنه اللي فاتت كان فيها سيلز كبيره وسيلز متوسطه وسيلز صغيره جدا. احنا المره دي رايحين لوات تايب اوف سيلز؟ ميديوم. نفس الكلام. حد فاكر شكل السل؟ اه فرده ايديها كده. ليه بريفرال برانش رايح للريسبتور وليها سنترال برانش رايح ناحيه السباينال كورد. تمام؟ نوع الفايبرز مايلينيتد انترميديت سايز. بحجم السل هي السل كانت انترميديت سل والفايبر انترميديت فايبر. خلاص؟ طب وبعدين لا سيب الكتاب خالص لان الكتاب مقسم على مرتين بطريقه ايه غلطه شويه، فاحنا نمسك دي وبعدين تلاقي نفسك قلبت الكتاب فجاه. اوكي؟ تعالوا بقى نمسك كده الفايبر انترنج سباينال كور. خلاص حلو قوي دخلنا سباينال كور. اول ما تقول دخلنا السباينال كور اسم البرانش اللي رايح ناحيه السباينال كور ده اسمه سنترال. اسمه ايه؟ سنترال برانش. قول سنترال عليا ولا داخل السباينال كور؟ اتفقنا احنا كتله فايبرز اسمها سنترال برانش. لما تيجي عند نهايه السباينال كور تتفرع لفرعين، واحد ميديال وواحد لاترال. ليه ندخل ثرو ميديال ديفيجن ولا لاترال ديفيجن؟ ميديال. هندخل ثرو ايه؟ ميديال ديفيجن. طب تعالوا ندخل السباينال كور، عليك ان تحدد لما ندخل السباينال كور هندخل الجراي ماتر ولا الوايت ماتر. ولازم اعرف لو دخلت جراي ماتر هقف فين؟ طب ولو مشيت في الوايت ماتر امشي ان وات كولم؟ ولازم احدد. دخلنا الاول مشينا رحنا عملنا ريلي في الجراي ماتر. ايه ده واحد يقول لي المره دي عملت ريلي فين؟ الجراي ماتر.
لكن في الجراسيل والكيونيات رحنا طالعين دايركت في البوستيريو كولوم وجابوا تاني ريلاي. عملنا ريلاي فين؟ ان جراي ماتر. هسال سؤال دلوقتي للاذكياء فقط، حضرتك لازم تبتدي تركز معايا بقى، لان ايه؟ عشان اسئله الام سي كيو. عملنا ريلاي في جراي ماتر في نيوكليس اسمها مين سنسوري نيوكليس. اسمها ايه؟ مين سنسوري. اسمها قول مين سنسوري نيوكليس. اسمها ايه؟ مين سنسوري. وتديك احساس بكلمه مين سنسوري. يعني ايه مين سنسوري؟ مين بتاعت السنسيشن كلها. ايه دي؟ دي هتطلع بترانسبورت مور ذان وان تايب اوف سنسيشن. لما نخلص كل السنسوري نقول هي بترانسبورت ايه. تمام؟ يبقى هي طلعت اسمها مين سنسوري، مين اللي بترانسبورت مور ذان وان تايب اوف سنسيشن. تمام؟ طب وريلي. وبعدين شوف بقى، عملنا كروس تو ذا اوبوزيت سايد قدام السنترال كانال، وهنا يعتبر قدام وهنا يعتبر خلف. احنا نعدي من قدام ولا من ورا السنترال كانال؟ من قدام. طب نعدي من قدام السنترال كانال في الجراي ماتر ولا الوايت ماتر؟ بوث. تعالي ما كل حاجه محدده، نعدي قدام ولا ورا السنترال كانال؟ ما هنا اسمه امام وهنا اسمه ايه؟ خلف. هنعدي من امام ولا من خلف الجراي ماتر السنترال كانال؟ من امامها، ان فرونت السنترال كانال. تمام؟ طب واحنا معديين ان فرونت السنترال كانال ان جراي ماتر ولا وايت ماتر؟ قال لك ما تفرقش، ان جراي اند وايت ماتر. تمام؟ طب عدينا تو ذا اوبوزيت سايد ناسند ان وايت ماتر. لازم طالما هنأسند ان وايت ماتر تختار لي ان دورسال كولم ولا لاترال كولم ولا فنترال كولم؟ ان فنترال كولم. ناسند في وات كولم؟ الفنترال اهو الامام. نقسم. نقسمت بعد كده عندي ايه؟ مضلمه. بونز. 100 بريك ما نقفش، نفضل مكملين. ولا ريلي خالص، نفضل مكملين. عكس مين؟ جراسيل وكيليه ما كانوش بيقفوا في السباينال كورد بس كانوا بيقفوا فين؟ في المضلة. طب دول وقفوا في السباينال كورد خدوا ريلي في المين سنسوري نيوكليس، وبعد كده لما جم للبرين ستام طلعوا ان اول ليفلز اوف ذا برين ستام عدوا كل المنطقه دايركت وداوت ريلي. اعتبر هنا في مضلة، في بومبس، في ميد برين. راحوا طالعين مكملين من غير ما يستوب في اني ستوب ريليشن ريلي ستوب خالص هنا، طلعوا على طول. طب بعدين خلصنا، رحنا عند نيوكليس اسمها بوستر لاترال فنترال نيوكليس اوف ثالامس، منها تو انترنال كابسول بوستيريور لام كرونا رادياتا اسند تو سنسوري كورتكس اريا 1 و2 و3 اللي بتريسيف سنسيشن. العكه هنا فين؟ الحته دي. خلاص دي تعتبر فيرست اوردر نيورون، ودي تعتبر سكند اوردر نيورون، ودي تعتبر ثيرد اوردر نيورون. هلعب كل الالعاب دلوقتي. يلا بابا بص على الرسم. تعالوا بقى بص، حد يقدر يقول لي الباث واي؟ انا اتفقت معاك انت هقول ايه دلوقتي؟ سيب الكتاب لو سمحت. اسمه باث واي. اسمه ايه؟ باث واي اوف كرود تاتش. ما معنى كلمه كرود تاتش؟ حكمه او خربشتك ورقه كده ولا حاجه، ده اسمه كرود تاتش. حطيت ايدي على شعرك كده، ده اسمه كرود تاتش. تمام؟ الريسبتور بتاعته فري نيرف اندنج بريتريشن نيرف اندنج الاثنين بحرف الاف اند مايسن. اشرح لي الباث واي من اول ما ابتدى للتحت. الريسبتور. وبعدين رحنا دورسال روت سيجنال. وات تايب اوف سيلز؟ متوسطه. وات تايب اوف فايبر؟ انترميديت فايبر. دخلنا السباينال كورد افكر، رحنا لجراي ولا وايت ماتر؟ الاثنين جراي الاول. رحنا لما رحنا لجراي ماتر عملنا ريلي في نيوكليس اسمها مين سنسوري. وبعدين الفايبر عملت ايه؟ كروس تو ذا اوبوزيت سايد. الفايبر وايل كروسنج ان فرونت ولا بيهايند السنترال كانال؟ ان فرونت. ان جراي ولا وايت ماتر؟ مش فارقه، والكتاب ما حددش، قال لك من كروس وخلاص. تمام؟ ولما عملنا كروس ابتدينا نأسند ايه؟ وايت ماتر. وايل وي أسندنج ان وايت ماتر فضلنا نأسند المضله وبونس وميد برين وداوت اني ريلي لحد ما وقفنا فين؟ في الثالامس. بس كده. تمام كده؟ ومن الثالامس رحنا واصلين لايه؟ للسيريبرال كورتكس بس. لو جيت سألتك شو هون؟ وايل فايبرز من السكند اوردر نيورون اللي هي المين سنسوري نيوكليس كروس تو ذا اوبوزيت سايد تل ريلاينج ان ذا ثالامس
الحتة دي اسمها ventral spinal thalamic tract. اسمها ايه؟ ventral spinal thalamic tract. اسمها ventral ايه؟ spinal thalamic tract. ما بين نيوكليس رقم كام وكام؟ 2 و 3 اسمه tract. ما بين 2 و 3 اسمه ايه؟ tract. يبقى لو جيت سألتك الventral spinal thalamic tract tract منين منين في الرسم؟ ما منين؟ من اللين سنسوري نيوكليس. تل؟ ثالث. فين في ثالث؟ بوسترو لاترال فنتريال نيوكليس اوف ذا ثالث. الفايبر عملت ايه؟ كروس. طب ممكن اسالك سؤال محرج؟ الفنترال سباينو ثلاميك تراك بيكاري سنسيشن اسمها كروت تاتش فروم سيم ولا اوبوزيت سايد؟ اوبوزيت. التراكت نفسه ايه؟ اوبوزيت. طب الباث واي كارينج سنسيشن فروم سيم ولا اوبوزيت؟ اوبوزيت. عكس مين؟ جراسيل وكيونيت. لما اجي عند جراسيل وكيونيت تراكت قلنا بيكاري سنسيشن فروم سيم سايد، لكن باث واي اوف بروبريوسبشن بيكاري سنسيشن فروم اوبوزيت سايد. الكلام ده مهم قوي عشان امتحان الام سي كيو هيلعبك كل الالعاب. طب ثانيه واحده اقولها تاني، حد شاطر يقول لي الباث واي على بعضه من بدايته لنهايته منين لمنين؟ من اول الريسبتور عدينا على انترميديت سيلز في الدور سابوت جانجلي، والنيرف كان نوعه انترميديت مايلينيتد نيرف فايبر، وبعدين دخلنا السباينال كورد. الفايبر اللي راح ناحيه السباينال كورد اسمها سنترال برانش. لما رحنا عند السباينال كورد الفايبر عملت ريلي في نيوكليس اسمها مين سنسوري نيوكليس، وبعدين عملنا كروس تو ذا اوبوزيت سايد. لما كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد عدينا ان فرونت السنترال كانال بتاعه السباينال كورد، وبعدين اسند في اللاترال ولا الفنترال كولوم؟ في الفنترال كولوم. وان دي فايبرز اسند ان ذا فنترال كولوم اوف ذا سباينال كورد، عدت بعديه في المضله في البولس في الميد برين وداوت ريلي لحد ما وصلت للثالامس وقفت. من اول محطه 2 لمحطه 3 اسمه الفنترال سباينال ثالاميك تراكت. اسمه ايه؟ فنترال سباينال ثالاميك تراكت. لو جيت سالتك الفنترال سباينال ثالاميك تراكت تقدر تشرحه لي؟ تراكت بيجي في الامتحان كتير، منين لمنين؟ من الرسمه قول لي منين لمنين؟ ما اتفقنا ان التراكت لازم نقطتين، اشرحه لي. ميديوم سيل. من لا يا راجل، ده يبقى اسمه تراكت؟ التراكت ما بين اتنين نقطتين، نقطة بدء ونقطة نهاية، لو قلت نقطة تالتة تبقى في حاجة غلط. الجانجلي. خلاص تعالى امشي معاك من الجانجلي. من الجانجلي لحد فين؟ لحد المين سنسوري نيوكليس. انا قلت نقطة بدء ونقطة نهاية. 1 اند 2 بس مفيش 3. طب يبقى لو قلنا من هنا لهنا ده يبقى تراكت؟ أمال منين لمنين؟ مين سنسوري نيوكليس. من المين سنسوري لحد مين؟ صح، هو ده التراكت. يبقى التراكت الأوريجن بتاعه جاي منين هنا المرة دي؟ من جوه السباينال كورد. منين؟ من المين سنسوري نيوكليس. جاي منين؟ من المين سنسوري نيوكليس. الجراسيل كان النيوكليس بتاعته فين الاوليه؟ سباينال او دورسال روت جانجليا، لكن ده النيوكليس بتاعته اسمها ايه؟ مين سنسوري نيوكليس. طب والترمينيشن بتاعته فين التراكت؟ في القفص. دكتور الفسيولوجي مكتوب الفنترال سباينال ثلاميك تراك تدخل من اللاترال ديفيجن. اه كنت لسه اقول لكم احنا بصوا يا جماعه اي هوب ان هو ما يكونوا غيروه في كتاب السنه دي تمام؟ اتس باي لوجيك ان كل انواع التاتش تدخل ثرو ميديا ديفيجن. انا دورت بصراحه على الانترنت حاجات كتير، هو فعلا في ناس كاتبين كده وناس كاتبين كده. اتس لوجيك ان كل انواع التاتش سواء كرود والفاين تاتش والبروبريسبشن يتنقلوا كلهم على ديفيجن واحده. خاصة ان نوع الفايبرز بتاعتهم متقارب جدا، لارج والانترميديت فايبرز. واتس بايولوجيك ان اللاترال ديفيجن هو اللي تنقل البين والتمبرتشر اللي هي فيري ثين نيرف فايبرز اللي هم قالوا لكم عليها ان مايونيتد نيرف فايبرز. طيب دكتور ناني شرحها اللاترال. خلاص ما انا عشان كده بقى بقول لك احنا كتبنا كاتب ان هي ميديا، ولما دورت لان القصه دي بقى لنا سنين فيها، اوكي؟ لقيت في ناس كاتبه كده وفي ناس كاتبه كده، بس هو اللوجيك اكتر ان هي تبقى تبع الايه؟ ميديا ديفيجن. خلاص متفسره كتير ان هي ميديا ديفيجن على فكره. هيستولوجي حضر ميديا وفيسيو لاترال. قولي انت هنسميه ايه؟ ليه لسه على ذلك كله فوق ميديا؟ صح سموه لي اسمه ايه؟ انا بقول لك سمي لي تراكت اسمه فنترال سباينو ثلاميك، ما ده اكيد تراكت بس اسمه ما نعرفوش ان شاء الله خطا كده ما ذكرش اسمه، ما هو من نقطه لنقطه تراكت صح؟ ما قالش اسمه.
امتنع عن ذكر اسمه وليكن اسمه اي حاجه. انا بكلمك على تراكت محدد اسمه فينترال سباينو تلامك. من اسمه طالع منين؟ سباينو يعني سباينال كورد، وتلامك يعني ريلينج ايه انت. من اسمه ده اسمه بيشف سباينو تلامك. خلاص قول اللي هو اني تراك الاوبوزيت سبعة. بصي اهو الباث واي والتراك، هو التراك اصلا بيكروس وبعدين يقسم لي اسمه تراك الفايبرز. يعني دي كارينج سنسيشن تراك اهو اللي كروسيد من الاوبوزيت سايد. طب والباث واي نفسه الفايبرز عامله كروسنج عكس جراسيل وكينين. لحد ما اسمهم جراسيل وكينين كان لسه ما فيش كروس. ترجع تخبط تمام. حد بقى شاطر يقول لي الكروت تاتش باث واي عشان بقى نخلص من الليله دي منين 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 من الريسبتور اب تو سيريبرال كورتكس. طب افرض السؤال اللي هو اكتر بيجي في الامتحان التراكت وسمينا التراكت فينترال سباينال تلامك اسمه بيشف فينترال لانه ماشي فين؟ في الفينترال كولن اوف ذا سباينال كورد. وسميناه سباينال تلامك لانه جاي منين؟ من نيوكليس جوه السباينال كورد اسمها ايه؟ مين سنسوري. طب وليه سميناه تلامك؟ لانه ترمينيتنج فيه الثالمس. خلاص كده؟ طب ممكن اسالك الفينترال سباينال تلامك تراكت ده الفايبرز بتاعته الباث واي او الكروسنج بتاعها تم فين؟ في السباينال كورد. فين؟ ان فرونت سنترال كانال. فين؟ جراي او وايت ماتر ما تفرقش معايا. طب واي الاسند؟ الاسند فين؟ في الفنترال كولوم او في سباينال كورد. عمل اي ريلي ستيشن ثانيه في البرين ستام؟ لا ما عملش اي ريلي ستيشن في البرين ستام. خلاص؟ وتوصل لحد ما وصل لفين؟ للثالامس. فين في الثالامس؟ وسترو لاترال فنترال نيوكليس او الثالامس. اوكي؟ تمام؟ يجي يسالني ممكن اسال حضرتك سؤال مهم جدا السنسيشن في الكروت تاتش. بالتراك اسمه ventral spinal thalamic من same ولا opposite side؟ opposite. طب ال pathway of crude touch same ولا opposite؟ opposite side. بص حبيبي انت طول ما انت ماشي ويسألوك على اي حاجة في الدنيا قول opposite. اجي اسألك ال lateral spinal thalamic tract opposite side. ال pathway of the crude touch opposite side. pathway of proprioception opposite side. pathway of pain and temperature opposite side. فنت لاترال سباين سلامتر اوبوزيت سايد. كل حاجه في الاوبوزيت الا جراسيل وكينين والكارينج سنسيشن فروم ذا سيم سايد. يبقى انت تمسكك الوحيد عشان ما تلخبطش الدنيا. مين الوحيد اللي بيكاري سنسيشن فروم ذا سيم سايد؟ اي حاجه بعد كده قول اوبوزيت سايد ورايح تمام كده. طب تعالوا بقى ناخد لاترال سباين سلامتر تراك ان بين تمبريتشر. استنوا بقى تعالوا بقى ناخد بين تمبريتشر ونلم كل المعلومات عشان انا عارفه انت بتسال على الايه على السباين اللي بنسى. طب تعالوا بقى ناخد بقى pain and temperature. يلا حلوين حط في اتصال ايش ها يلا سوين في المترا. نعم نعم قلت انا عدي على البوستيريو لمبو في انترنال كابسول عندين كرونو رادياتا. نعم ما انا ما قلتش قلت لما اجي اشرح البيراميدال تراك اشرح بالتفصيل الانترنال كابسول لان في البيراميدال تراك تحتاج نقسمها ووضح لك يعني ايه بوستيريو لمبو يعني ايه جينو يعني انتير لمبو هننزل فين وتوزيع الفايبرز ازاي علشان بدل ما نقعد نقول له عارف عك كتير وهي اصلا الدنيا معسوقه خلقه عدي حته الانترنال كابسول والكرانا رادياتا وبعدين نقولها بالتفصيل ليتر اون. تمام ممكن اسال حضرتك سؤال؟ تعالوا بقى ناخد بين اند تمبرتشر باث واي. خلاص انا تكبرت بقى انت شاطر خلاص انت دلوقتي حاليا بقيت شخص ايه شاطر. ليه؟ عشان عارف حاجه يعني. طب تعالوا بقى ناخد كده لو جيت سالتك تعالوا ندخل بقى بين اند تمبرتشر ريسبتور فري نيرف اندنج. خلاص تمام دخلنا من الريسبتور تو وات تايب اوف سيل ما حددناش غير واحده اللي بقى يمين سمول سيل ونوع الفايبر تن مايلينيتد. هتقولوا لي قالوا في الفسيولوجي ان مايلينيتد ماليش دعوه هي البريفرال ان مايلينيتد واللي رايح ناحيه السباينال كورد مايلينيتد ماليش دعوه. خلاص فين مايلينيتد بالهستو بالفيسيو كاتبين ان مايلينيتد لو تتذكر جاوب ان مايلينيتد لا انت انا مالي هو كاتب مايلينيتد اهو اهو بالفيسيو ان مايلينيتد بالفيسيو مكتوب ان مايلينيتد انا مالي
بالفيسيو يعني سي فايبر هون بيفا هذا هو انمايلينيتد في الفيسيو هذا مايلينيتد كل شيء باي كل شخص خذ على تعال لا باي هذا شو يعني انت كل ما تروح عند واحد يسالك غير كلام كل ما تقدر هذا والله قال لك منديل الشجره لا حول ولا قوه الا بالله معلش مش كده يعني صار بابني خلاص صار الاختيار طب الحمد لله مش كده اللي صار يلا حلمي بصوا بقى يلا بينا يلا بسرعه عشان ناخد حته صغيره سهله كبيره فايبرز انتر السباينال كورد تبقى اسمه ايه البرانش اللي دخل السباينال كورد سنترال برانش مايلينيتد بقى مش مايلينيتد منهم لله دي مشكلتهم يحلوها سوا مع بعض احنا لناش دعوه مع الفسيولوجي يقول مايلينيتد مع الهيستولوجي يقول مايلينيتد وحده مع الفسيولوجي يقول ان مايلينيتد وحده تشتم في التانيين يعني وانت رايح يبقى ايه دايما تشتم في التانيين يعني لما تروح عندهم تقول ايه منهم لله قالوا عليهم مايلينيتد وتيجي عندنا تقول منهم لله قالوا عليه ان مايلينيتد اوكي انما احنا اللي صح ولا هم الله اعلم ربنا اعلم مين اوكي يلا اوكي طب بصوا بقى اصل المشاكل دي احنا عايشين فيها بقالنا كتير فمش مشكله دي مشاكل عاطفيه تحلوها بينكم وبالبعض بقى اسم بتتحل مع بعضيها من نجدة طب بصوا بقى الفايبر بس طالما انا تبع اسم الاسكوتش بالطريقه اقول ماينينيت خلاص ماينينيت نيرف فايبر انترينج سباينال كور حبيبي تسال نفسك نفس السؤال الازلي نروح للجراي ماتر ولا وايت ماتر نروح الاول للجراي ماتر نيرليف نيوكليس اسمها سبستانشال جيلاتينوزا فرولان اسمها ايه اسمها ايه اس جي ار هي ايه الاس جي ار دي سبستانشال جيلاتينوزا فرولان دي وبعدين مين قبل مين السبستانشال جيلاتينوزا في البوستيريور خالص يليها المين سنسوري هنا يبقى لو انا عايزه اعرف مكان النيوكليار واحد يقول لي وانا اعرف ليه واوجع دماغي لان داخلين في امتحان الموديول اللي جاي لازم ابقى عارف مكانه يبقى لو رسمت هنا نيوكليس تبقى دي مين الاول الاس جي ار طب وحطيت بقى عديها واحده تانية تبقى المين سنسوري نيوكليس تمام اوكي كده طب عملنا ريلي في الاس جي ار فايبرز كروس تو ذا اوبوزيت سايد خلاص اسال نفسك in front ولا behind the central canal in front of the central canal gray ولا white matter الاثنين بعدين cross to the opposite side ascend as lateral spine thalamic tract يبقى من اسمها كده طلع في what column lateral ولا الventral lateral ويبقى اسمها ايه الفايبرز وهي طلع في lateral column lateral spine thalamic tract relay فين نيوكليس نمرة 3 قول لي اللاترال سباينو ثلاميك تراكت فين؟ من 2 ل 3 تمام؟ من 2 دي اسمها ايه؟ جي ار دي 3 اللي هي اسمها ايه؟ اسمها بوسترو لاترال بنترو نيوكليس اوف ديفالنس تمام؟ طب الفايبر عملت كروس معناه انت السنسيشن فروم سيم ولا اوبوزيت؟ معناه التراكت نفسه opposite side sensation والpathway carrying sensation from the opposite side من الثلاث اربع حاجات السنسيشن اللي خدناهم مين الحاجه الوحيده اللي carrying sensation on the same side جراسين الغير ما تفكر مفيش وقت في الامتحان تفكر طب اي حاجه ثانيه تذكر lateral spinal ceramic opposite side ventral spinal ceramic opposite side pathway of pain and temperature opposite side pathway of proprioception opposite side pathway of pain and crude touch opposite side exact خلاص نسيب الاثنين بص بقى نزود معلومه صغننه بص الصغننه الفايبر بتاعت الفنترال سباينو ثلاميك مع الفايبرز بتاعت اللاترال سباينو ثلاميك ييجوا عند الليفل بتاع المضله اهو عديناه عند البونس وبعدين الميد برين ات ذا ليفل اوف ذا بونس ذا جوين ويبقوا وان باندل يتلخبطوا على بعض ما تبقاش عارف تفرقهم عند انهي ليفل بونس يجوين ويعملوا ايه وان باند يعني ايه وان باند هم الاول كانوا ماشيين تو تراكس سيبريت اهو تراك تو تراك واحد اسمه
لاترال سباينو ثلاثة، واحد اسمه فنترال، ماشيين كل واحد سيبريت اهو. لما وصلنا عند الليفل اوف ذا بومس دي جوين ايتش اذر وبقوا وان باندل، سميناها سباينال لمنسكس. سميناها ايه؟ سباينال لمنسكس. سميناها ايه؟ سباينال. امتى؟ سباينال لمنسكس. سميناها سباينال. قول سباينال. يبقى السباينال لمنسكس معمولة بكام تراكت؟ تو. اسمين فنترال سباينو ثلاثة واسمها لاترال سباينو ثلاثة. ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ هي المنسكس السباينال ابتدت فين؟ في البونس. طب قبل البونس كانوا كل تراكت ماشي سيبريت بعيد عن التاني، هما امتى الاثنين تراكت جوينينج ايتش اذر؟ هتلاقي ليفل اوف ايه؟ بونس. طب تعرف اسم المنسكس ابتدت في المضلة؟ لسه قلناها امبارح بتاع الكراسيل الكيريين اسمها ميديال لمنسكس. ايه ده؟ يعني انا عندي لمنسكس ابتدت عن المضلة، كانت اسمها ميديال. افتكر كده الميديال عند المضلة ميديال لمنسكس في الابر هارتر. طب وخدت واحدة بعد كده ابتدت في البونس اسمها سباينال لمنسكس، ولحسن حظك كل اللي من سكاي بعد كده هنجي نتكلم عليها تطلع ناحية البونس. خلاص؟ طب ممكن اسال حضرتك كده سؤال محرج جدا، لو انت فاهم هترد. السباينال لمنسكس قول لي اوريجين اند ديترمينيشن اوف ذا فايبر. بونز. اوريجين. بونز. اوريجين. بونز. في حاجه اسمها اوريجين اسمه بونز. احنا قلنا يا بابا اوريجين يعني نواه. دي ار منسري اتنين نواتين اس جي ار اند مين سنسري. طب وقولي اكس ترمينيشن بوسترو لاترال فنترال نيوكليس اوف ثالامس. طب قولي وات تايب اوف سنسيشن سنسشتين ايه هما؟ نو تاتش والبين اند تمبريتشر. تاني طب ممكن اجمع بقى مع حضرتك كده الميديال لمنسكس. الميديال هي كانت ابتدت فين؟ في المضلة. كان ليها نواتين، واحده اسمها جراسيس وكيونيت ابتدوا منها. طب وكم سنسيشن؟ سنسيشن واحدة اسمها بروبريسبشن اند فاين تاتش، يعني نوع واحد من السنسيشن اللي هو بتاع الجراسيل وكيونيت نيوكليار. طب لو جيت سألتك السباينال لمنسكس ابتدت فين؟ اس جي ار. اس جي ار والمين سنسوري. والمين سنسوري. وانواع السنسيشن pain and the temperature بتاعت الاسم وكروت تاتش. وابتدت عند ليفل اسمه ايه؟ pulse. الاثنين دول terminating فين؟ nucleus of the tongue. الاثنين دول terminating فين؟ اسم شركة برا. على بقسم كذا برا. على بقسم لهم برا برا سلك. صح. الو الو مرحبا. تكلمي قاعدة. لا الناس كلها سمعت اليوم. علين معان. تحب الصفحة كده؟ افتح كتاب. سمعنا نطوة ما تحبها. سباينال للناس. ايه صفحة؟ هذا مين؟ النطوة الدكتور حتى ما نحبها. كم؟ أربعة. أربعة. طيب خلاص حسنا. طولين؟ لك الله. طولين؟ افتح كتاب كده؟ صفحة 44 مجمع اللي في السكاي كلها. قال بدون قصة حيفة. الله يكون سمعين بس. على فكرة طب كويس والله السنة دي مش كاتب اسم النيوكليار، السنة اللي فاتت كان كاتب اسم الاثنين نيوكليار. نعم. اتس بايولوجيك اللي انت قلته ماشي، هو كان تفكيره بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت اللي كده قلتي ان المنسكس كويس ان هم تفادوا الحته دي صح من كتاب السنه اللي فاتت، كان السنه اللي فاتت كاتبين ان النيوكليس لازم ليها اوريجن ان دي نيوكليار عشان لازم اعرفها. بس كنت لسه هقول لك امتى تقول لحد فين اسمها المنسكس وامتى تقول لحد فين اسمها ايه؟ تراك. اوكي؟ هو فكر صح قوي. فكر صح ليه؟ حد واخد
البوينت بتاعته فين هو قصده ايه. قال ان انا لو بتكلم من هنا كويس ان هم حلوا برضو المشكله دي. كان سيلفر في الكتاب الثاني معايا لا مش كاتبين كده. هو كان كاتب ايه بقى؟ بيقول لي انت لو قلتي الاوريجن بتاعها النيوكليس دي وترمينيتنج لحد النيوكليس دي اللي منسكس, طب ما هي هي تراكت, هي دي فكرته. ما تراكت هو منين لمنين؟ من الاوريجن ده للايه النيوكليس دي صح. هو قصده كلمه المنسكس اللي هي انهي حته, هل اللي هي ماشيه في السباينال كورد ولا اللي ماشيه بس في البرين ستام؟ ماشيه في البرين ستام. لكن لو انا جيت قلت لك منبع الفايبر لازم تكون جت منين الاوريجن بتاعها, لازم تحدد لي الاوريجن بتاعها جايه منين. الاوريجن لازم يبقى كلمه نيوكليس. لكن لما اجي احدد لك كلمه المنسكس ودي كنت لسه ستريس عليها يعني اقول لك دي الاوريجن بوينت بتاعتها, لكن كلمه المنسكس لازم ماشيه فين؟ في البرين ستام. وكويس ان هم خدوا بالهم السنه دي وشالوا الحته دي من الكتاب لان انا فعلا ما عرفتش دي, بس كويس قوي ان هم شالوا الكلام ده. ليه؟ علشان يفهمك ان كلمه المنسكس اللي هي ماشيه فين؟ في البرين ستام. الكتاب السنه دي كاتب ايه؟ السباينال المنسكس, عشان ما بس ما ضايقكش بالكلمه دي انا وريها لكم في كتاب السنه اللي فاتت كاتبها كده اوكي؟ علشان ما ضايقكش هو بيوضح لك ان كلمه المنسكس لازم تكون ماشيه فين؟ في البرين ستام. لكن لو جيت سالتك كده هي معموله بكام تراس؟ 2 لاترال سباينال سيرامك وبنترال سباينال سيرامك. لكن لو جيت سالتك الاوريجينيتنج فايبرز بتاعتها او الفايبر بتاعتها بتوريجينيت في منين, يعني حتى لو جابها سؤال ام سي كيو في الامتحان قال لك الاوريجين بتاعها جاي منين, تراكت او النيوكليس نفسها, النيوكليس بتاعت التراكت نفسها اوكي. لكن هو هنا تماشى مع كلمه ديفينيشن اوف المنسكاي اللي كنا بنقولهم عليها السنه اللي فاتت. انت عملت ديفينيشن للمنسكس اللي هي ايه؟ لازم تكون ان برين ستام. لكن خلي بالك الاثنين نيوكلياي دول كانوا فين؟ في السباينال كورد. وانا كنت هنبهك دلوقتي ان الاوريجن بتاعهم جست بس هنا, لكن الفايبر كباندل امتى ابتدت اسمها تبقى المنسكس وهي ماشيه في البرين ستام. تمام. طب يبقى انت كده يو جيت البوينت دي, يعني فهمت الحته اللي انا بقول عليها دي قضيت. بس هو شاطر قوي لانه لاحظها قوي. انا كنت لسه ستريس عليها قوي ان ارجع تاني اقول لك يعني ايه المنسكس, لان عملنا ستريس عليها 100 مره قلنا كلمه المنسكس يعني ايه. سنسوري نيرف فايبرز لازم تبقى في البرين ستام لازم, لكن مش لازم الاوريجن بتاعها ان برين ستام. دي البوينت الاخيره, مش لازم خالص الفايبرز بتاعتها تبقى الاوريجن ان برين ستام. يعني منبع الفايبر تيجي من اي حته, لكن هي كباندل لازم تبقى ماشيه في البرين ستام. تمام كده. طب كده واحنا ماشيين راح جه في الامتحان قال لك سؤال في الامتحان قال لك قول لي كده لو جيت سالتك كده في الامتحان وغلط ونسي وافتكر نفسه في كتاب السنه اللي فاتت وانا متاكده 100% ان هو هيعمله كده بتراكت بابسنيو وجي يقول لك origin of the spinal limnescus originating nuclei سمى origin بلا originating nuclei ساعتها تكتب اثنين nucleus كاك origin للفايبر ايه هم؟ SGR and main cells. لكن امتى سميناها limnescus عشان نفرقها من التراكت؟ التراكت من هنا لهنا, لكن كلمه limnescus من اول ما ابتدت تجوين فين؟ at the level of the pumps. تمام. وهي joining the fibers عند level of the pumps كان اسمها ايه؟ limnescus. بدليل ان انا قلت لك قبل البومس كان اثنين سيبريت تراكس, كان اثنين سيبريت ايه تراك. تمام. الاوريجن لازم. طب لو جيت سالتك كده تقدر تقول لي الاوريجن لازم يكون نيوكليس اكتب البنت لو جيت في امتحان الام سي كيو سالتك المنسكس بريزنت ان اول ليفلز اوف ذا سباينال برين ستام تختار ميديال ولا سباينال؟ نعم المنسكس بريزنت تقريبا في كل المدلة والقامس وميد برين تختار سباينال ولا تختار ميديال المدلة يا راجل ده الميديال في المدلة وتأسندت وقامس وتأسندت وميد برين بمعنى لو جيت خدت سكشن في المدلة ألاقي سباينال للنسكس ولا ميديال؟ ميديال. طب لو جيت خدت ليفل في القامس الاقي ميديال اند سباينال لمنسكس. طب جيت خدت ليفل في الميد برين الاقي ميديال اند سباينال لمنسكس. سؤال الام سي كيو جاي كده يقول لك ان يلا 12 درجه راحوا انا في المضله ايه المنسكس اللي شفته؟ المضله ميديال. طب انا في البومس ايه المنسكس اللي شفته؟ ميديال وسباينال. طب انا في الميد برين ايه المنسكس اللي شفته؟ الاثنين. تمام كده؟ اوكي؟ طب لو جيت سألتك كده العكس السباينال اند ميديال المنسكس
الاثنين سوا مع بعض ممكن can detect both limniscus in all levels of the brain stem except طب ينفع اسالك بقى كده تعالوا نشرح الاثنين تراكت دول تاني اللي هم بقى زي الكتاب ما كاتبهم يلا حبيبي عشان كده انا بخلص اثنين تراكت ما اعرفش انا هم الكتاب بس بهدله في ايدي وعملوا كده انا شرحتها انا شايفه كتاب السنه دي في جداول حلوه بصراحه انا اقول اللي هي واللي عليا بس كتاب السنه اللي فاتت كان توظيف معلومات كان احسن بكتير ممكن اسال بقى حضرتك يلا يا بابا يلا تعالوا بقى نبدا اثنين تراكت دول عشان نروح احنا خدنا قبل كده جراسيل وكيونيت وخلصنا تعالوا قول لي بقى كروت تاتش والبين اند تمبرتشر حد هنا طب شاطر كده يقول لي كروت تاتش ترينر ويند ترينر تاتش يلا كروت تاتش لا بس التاتش منين يلا من الريسبتور ليه خلي بالك احنا في كروت تاتش وات تايب سيلز ميديم سايز سيلز بعدين دخلنا السباينال كورد عن طريق برانش اسمه Central branch, relaying in nucleus is called main sensory nucleus. Cross to the opposite side, ascend in ventral column. While fibers ascending in the ventral column can is called ventral spinal thalamic. جينا عدينا على المظلة. ماشية كأنها ventral spinal thalamic. And the level of the pons, they join. Tract تاني اسمه lateral spinal thalamic. وعملوا مع بعض المنسكس اسمها spinal meniscus. Terminating in positive lateral ventral nucleus of the thalamus. من الثلاثة. مشينا حتى اسمها internal capsule, corona radiata, sensory cortex area 1 و 2 و 3. ده pathway اسمه crude touch. طب اشرح لي tract ventral spinal thalamic tract نقطة ونقطة فين التراكت؟ النيوكليس اسمها main sensory والنيوكليس اسمها postulolateral ventral nucleus of the thalamus ده التراكت طب لو جيت سألتك لو قلت لك اشرح الباثواي تشرح من اول الريسبتور لو جيت سألتك الفنترال سباينال ثلامك كان الريسبتور ولا اوبوزيت سايد اوبوزيت سايد طب اشرح لي تراكت اسمه العكس بقى تعالوا ناخد الباثواي اوبين اند تمبرتشر يلا باثواي اوبين اند تمبرتشر فايبرز وات تايب اوف فايبرز مايلينيتد نيرف فايبرز ثين الفيسيولوجي كاتب ان مايلينيتد مالناش دعوه هي دلتا وسي معلش دلتا وسي طب الفايبرز entering spinal cord عن طريق central branch اول ما ندخل السباينال كورد من الريلي في نيوكليس اسمها substantia spinosa of Prelandia وبعدين fibers cross to the opposite side ascend in what column lateral ولا ventral lateral ولما تبتدي الفايبرز عملت كروس دي سميناها what track lateral spinothalamic track طلعنا تو ميدان وبعدين عند البونس while we are in pons is why this joint in ventral spinal thalamic tract وعملوا المنسكس اسمها spinal meniscus يبقى spinal meniscus ابتدت عند what level level of the bone وبعدين terminating فين postulolateral ventral nucleus of the thalamus عدينا to internal capsule عدينا بعديها لكورونا رادياتا لحنا sensory motor cortex تمام طب ممكن اسالك التراكت بس نيوكليس منين من الاس جي ار اب تو بوسترولاترال فينترال نيوكليس اوف ذا ثالامس اوكي طب احنا بالصدفه طلعنا واخدين اتنين من السكاي بالصدفه افتح لي صفحه اللي من السكاي اللي هي صفحه 45 شو او 44 ناس يعني ايه بقى المنسكس تعال بقى نترجم يعني ايه المنسكس كاتب اهو It's a sensory bundle. Bundle لازم تكون ايه؟ sensory. وطالما sensory لازم تكون ايه؟ ascend ولا descend؟ ascend لازم. Within brain stem يعني لازم تكون فين؟ في البرين ستم. يعني ايه برين ستم؟ يا مظلة يا بونس يا ميد برين.
terminate in a specific relay station او nuclei in dying cephalon في الثالمس. هتكتب نفسك وانت بتفهم نفسك كده and just the exception وهي اللاترال لمنسك لان بتريلي في الانفيريور كوليكلس اوف ذا ميدبرين. شوف هو كاتب كده اقرا كده التيرمينيشن في اللاترال لمنسكس التيرمينيشن في اللاترال لمنسكس كاتب ايه في اللاترال لمنسكس تيرمينيتنج فين وفين ميديال جينيكولي ده في الثالمس طب وانفيريور كوليكلس ده في الميدبرين يعني هو في نفس الصفحه وناقض نفسه هو كان المفروض بس كتب كلمة may terminate في الضيكر أو could terminate أو يعني may terminate other sites عشان اللاترال لمنسكس بس تمام؟ طب تعالوا نمسك بقى الاثنين لمنسكاي اللي احنا خدناهم احنا خدنا بطل لمنسكس ميديال وسباينال حد شاطر يقول لي الميديال لمنسكس تعالوا نقول الأورجن بتاعها عرفت هو قصده الاوريجين لازم يكون ايه نيوكليس تعالى قدامنا اللاترال لمنسكس مش قادر يقول لك الاوريجين بتاعه نيوكليار لان الطلبه بتتلخبط هو كتب الاوريجين بتاعه ايه من اللاترال والفنترال سباينال تراك طب احنا قسنا النيوكليس خلاص طب انت بس لو انت فاهم اوكي خلاص اوكي كورس الميديال لمنسكس اسند ان برين ستام immediate possession طب والسباينال لمنسكس started في البونس والايه والميدبرين حبيبي انا مش مقتنع بالكورس اللي هو كاتبه انت الكورس معناه ان هو ابتدى مشي فين وراح فين وكده تستارت مين كلوز بالمدلة سنسوري تستارت من الكلوز بالمدلة سنسوري اند اسند بعد كده طلع في الاوبن مدلة وبعدين طلع في البونس وبعدين طلع في الميدبرين خلاص يعني انت عشان تفهم نفسك احنا ابتدينا فين termination كلهم بيترمينيت فين؟ الأولانية الميديال لمنسكس كارينج ايه؟ بروبريوسبشن اند فاين تاتش منين؟ من الأوبوزيت سايد احنا اتفقنا أي حد يقول لك أي حاجة أقول الأوبوزيت سايد إلا مين؟ جراسيل اند كيرنين طب الثانية كارينج ايه؟ بين اند تمبرتشر وكرول تاتش فروم ذا أوبوزيت سايد تمام؟ حضرتك هتعلمني على الاثنين اللي منسكاي يتزق على فكره زمان في الكتاب القديم كنا كاتبين اللي منسكس كل ما نخلص الدين تراكت مع بعض اللي منسكس بتاعتهم تحتين خلاص بس هو حب يعملها في صوره جداول عشان تقارنهم وتسهل المذاكره بس انت تبقى عارف الاثنين اللي منسكاي بعدين لما نرجع نريفايز عليهم كلهم نريفايز عليهم كجدول كده بسرعه اوكي يبقى احنا خدنا ايه النهارده حضرتك مش هتبقى فاهم احنا خدنا ايه